نعم، هنالك أزمة وأزمات، وهذه الأزمات متوالية ليست وليدة المرحلة الراهنة، هي نتيجة طبيعية لشكل نظام سياسي غير متوازن، بني على أسس ربما غير ملائمة لمحاولة إنشاء وتأسيس دولة مؤسسات، وبالتالي وجدنا أن هنالك مشاكل واضطرابات بين السلطات التشريعية والتنفيذية وأقطاب النظام السياسي والقوى المعارضة، وكذلك القوميات والأقليات. حتى اللحظة نحن لم ننجز المهمة، لدينا مشاكل عميقة والمؤسسات تتعرض لضغوط، هنالك عدم وضوح في الهوية، هوية الدولة. حتى اللحظة هنالك مشاكل وهنالك قضايا عالقة، ما زلنا حتى اللحظة نعاني من مشاكل لا نستطيع حلها، يعني القضايا العالقة مثلا بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بين إقليم كردستان وبغداد، القضايا المتعلقة برواتب موظفي إقليم كردستان حتى اللحظة لم تحل، وهنالك مشاكل بحاجة إلى أن تتخذ إجراءات ملائمة بشأنها لكي نعبر إلى ظروف أكثر إيجابية في المرحلة المقبلة، خاصة وأننا نحتاج إلى أن ندعم العلاقة مثلا بين بغداد وأربيل، بين المكونات الأساسية، بين السنة والشيعة، بين الكرد والعرب، الكرد الذين يتوافقون في كثير من الأحيان مع التشكيل الحكومي أو مع الإجراءات والقرارات التي تتخذ، لكن السلطة القضائية كما أسلفتم في التقرير هي صمام أمان، وهي صمام أمان في كل أنحاء الدنيا، لأنها هي الفصل في القضايا وفي المنازعات، سواء كانت منازعات دستورية أو قضايا تتعلق بحياة المواطنين والمشاكل التي تواجه المؤسسات والتي تواجه الأفراد العاديين والمجموعات البشرية، وبالتالي القضاء يجب أن يحمى، أن يصان، أن يعزز، أن يدعم، أن لا يكون هنالك تشويش ومحاولات لتقوية سلطة القضاء. أنا أعتقد أن هذه الأزمة بالرغم من صعوبتها وتعقيداتها، خاصة التي نشأت بعد مؤتمر صحفي للسيد القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة، أعتقد أنها ماضية إلى الحل، وأن قادة النظام السياسي يدركون طبيعة هذا التحدي. ولذلك وجدت أن السيد المالكي كان صريحا وواضحا أمس في مؤتمره، عندما أدلى بتصريحات قوية أكد فيها على ضرورة حماية النظام السياسي ومنع الدولة من الانهيار من خلال احترام السلطات التنفيذية والتشريعية واحترام البرلمان والحكومة والقضاء والنزاهة، وكل مؤسسة يمكن أن تعمل على تدعيم قوة الدولة ووجود الدولة وترسيخ مفاهيم دولة عصرية حديثة.